السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دفاش العجيب والغريب، تم تركيب عدد اثنين بسم الله ما شاء الله. تقدر طبعا تضبط ال قوة الدفاش من هنا، إذا تبغى خفيف أو تبغى قوي. الله يوفقك. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دفاش العجيب الغريب ما شاء الله تبارك الله، تم تركيبه أموره ما شاء الله طيبة. سهل التركيب، ركبه أنا الحالي بدون أي عامل ودون أي شيء. شوف التصل حتى ميزانية الضغط تقدر تضبطها أنت على الشيء اللي تبي. الله يحفظكم ويرعاكم.